في إطار هذا التحكم في هذا التطور هذا الوباء، قررت الحكومة باستشارة السيد رئيس الجمهورية أن تواصل الحجر الصحي ل 15 يوم ابتداء من يوم 14 إن شاء الله مايو. لذلك المواطنين لازم يكونوا مستعدين كذلك للحفاظ على أنفسهم والحجر هذا الصحي، لأنه مهم جدا لنواصل العمل ضد هذا الوباء.